أكد الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة على أهمية ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال تعزيز التواصل وسرعة الاستجابة مع جميع المواطنين والمقيمين، تنفيذا لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. وأوضح الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة بأن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة خصصت قنوات للتواصل مع الجمهور لتلقي الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي 2022 استقبلت عبر مركز الاتصال التابع لها أكثر من 63 ألف مكالمة، كما تلقت عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل خلال نفس الفترة قرابة 50 ألف طلب. وأشار معالي إلى أنه يتم التعامل مع كافة هذه الاتصالات والطلبات من قبل فريق مختص والإجابة عليها وتحويل المقترحات والشكاوى مباشرة إلى الإدارات المعنية لإيجاد الحلول المثلى لمعالجتها، مضيفا بأن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة مستمرة في تطوير قنوات التواصل مع عملائها والسعي لتقديم كافة خدماتها بشكل رقمي وبأساليب حديثة وميسرة للجميع.